في مود تاني مهم جدا هو السبورتد فنتيليشن. السبورتد فنتيليشن بيسكلي هو بيعمل يعني بيديتكت المريض عايز ياخد نفس امتى، ومش بيعمل بس زي الباي باب يحط مثلا بريشر قليل شويه كده، بيز لاين قليل شويه، لا هو هنا بيحط بريشر اكتر شويه علشان يساعد المريض ان هو يعمل يعني تنفس، ياخد النفس بتاعه بشكل اسهل شويه. هدف السبورتد فنتيليشن عموما هو لو البيشنت عنده مشكله في ويكنس اوف ريسبيراتوري ماسلز، هو بيساعد الماسلز دي علشان تقدر تعمل التنفس بشكل ماتش مور افيشنت. فلو احنا بنتكلم على بريشر سبورت مثلا، يبقى في الحاله دي انا وانس ان انا عملت ديتكشن لمحاوله البيشنت ان هو يعمل انسبيريشن، بحط انا البريشر ده وكنترول البريشر، يبقى بالليفل اللي انا محدده او اليوزر محدده. فاليوزر بيحدد السبورت بريشر اللي هو عايزه، ويسبورت يحط كمان لو في عاوز بيب بريشر، يعني عاده بيحب برضو اليوزرز ان هم او الاطباء ان هم يخلوا برضو في بيز لاين هنا ما يبقاش صفر. ده البيز لاين الموجود عندنا هنا هو ده البيب اللي هو البوزيتيف اند اكسبيراتوري بريشر. فبالتالي انا في الجزء بتاع الانسبيريشن بتحكم في البريشر ان هو يكون الفاليو دي، ودي بتبقى سيت باي ذا يوزر، ساعات بتبقى سيت كرقم، وساعات بتبقى سيت ان هي نسبه من الانسبيراتوري ايفورت. يعني هو نفسه يعني كل ما زاد الانسبيراتوري ايفورت، كل ما كان عايز ياخد نفس اعمق، يبقى هنا البريشر ده بيبقى بيسكلي بيبقى متناسب معاه. في كل الاحوال الفاليو دي بتبقى موجوده عندنا، بعمل عليها كنترول في الانسبيراتوري تايم. وبعد كده في الجزء بتاع الاكسبيريشن بيسكلي بتحكم ان يبقى في عندي البيز لاين بريشر اللي هو البيب دوت يبقى موجود عندي. ففي الماشين بنعمل ديتكشن للانسبيريشن ستارت اند اند. طبعا الاند دوت بنعمل له ديتكشن عن طريق الفلو ريت زي ما كنا بنتكلم قبل كده. بنكنترول الفالفز موجود عندنا في الانسبيراتوري ليمب والاكسبيراتوري ليمب علشان نمينتين السيلكتد بريشرز. فبنديتكت النيجاتيف بريشر فور ذا بيشنت باستعمال البريشر سنسور عشان انديكيت الستارت اوف انسبيريشن. الانسبيراتوري فالف بنكنترول الاير واي بريشر علشان يبقى بالشكل اللي احنا اليوزر حددده. وبعد كده عشان نحط السبورت بريشر في الانسبيريشن، بنديتكت الاند اوف انسبيريشن باستعمال الفلو سنسور. وبيسكلي وبنكلوز ساعتها الانسبيراتوري فالف وانس ان احنا وصلنا للفلو اللي هو بيلو سيرتن ثريشولد. بيبقى في عندي بعد كده في جزء الاكسبيريشن بيبقى في الاكسبيراتوري فالف بنكنترول فيه الاير واي بريشر بيز لاين دورينج اكسبيريشن عشان يبقى بيب، عشان هو يبقى البيز لاين بريشر اللي احنا عايزينه هنا. فبيبقى في عندي اللي هي الكنترول سيركت بتبقى بالشكل ده كده. السيت بوينت بتبقى عندنا هي عباره عن بريشر، وبيسكلي البريشر ده بعد كده متحكم في الفنتيليتور عشان يمينتين البريشر ده بالنسبه للبيشنت. وبعد كده بناخد بقى فيدباك من الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها. بيبقى في عندي بريشر عشان اتاكد ان هو مظبوط زي ما انا حددته، وعندي الفلو ريت برضه بيبقى موجود عندي علشان احدد بدايه ونهايه الانسبيريشن. وبعد كده بيسكلي اللوب بتاعه الكنترول بتتم بالشكل اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده.